توفيقا لرضا الله تعالى ورضا أهل البيت وقضاء الحوائج وقبول الأعمال الثانية. تعجيلا في فرج المولى صاحب الأمر الثالثة بأعلى الأصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها والترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فانبنى بطيب طاب مسكنها، وإن بناها يا بشر خايا ببانيها أموالنا يا لذوي الميراث، أموالنا يا لذوي الميراث نجمعها يا وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها يا أين أين الملوك التي كانت مسلطنة أمست خرابين أمست خرابين في مبانيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا محمد وآل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. رحم الله المتقين. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الأبيات لعلها تنسب للمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هي حكمة، هي عبرة، هي موعظة. وأنا أقرأ يعني هذه الأبيات وبيوتنا لخراب الدهر مو نبنيها، تذكرت البارحة موقف جميل مع أحد الإخوة في هذه الناحية المباركة حقيقة، ناحية جصان. أسأل الله تعالى بوجاهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن تكون إلى مكان عند المولى أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لأن تحيي ذكرى المولى أبي الحسن علي بن أبي طالب، وإحنا ما عدنا غير علي بن أبي طالب، تمام؟ وياك وياك دنيا وآخرة وياك، إحنا علي بن أبي طالب ما عدنا غيره، أبو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه، شفيعنا يوم الدين. لا بل حقيقة الحقائق أنه نادي عليا مظهرا عجائب تجد عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. قالوا لي واحد هم مريض هن الجصان ثائر يونس، أسأل الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، وكل المرضى، مرضى المؤمنين، مرضى المؤمنات، بركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. لهم حق علينا اللي يخدمون في مآتم الحسين، اللي يحضرون بالحسينيات، اللي يشاركون، هنيئا هنيئا حقيقة هنيئا. وهذه المجالس مدارس، أفضل شيء في هذا الشهر ترى طلب العلم، يعني مو مسألة عبادة، حتى بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني شنو الإمام الصادق يقول؟ يعرفون. احنا منين تجينا المعرفة بالله سبحانه وتعالى إذا مو من مجالس الحسين عليه السلام؟ نتغذى غذاء علمي وغذاء روحي حقيقة يعني. فلذلك أنا عودا على بدء أنه ودورنا لخراب الدهر نبنيها، تمام لو مو تمام؟ كل شيء على تقوى ما يروح، كل شيء يعني بتقوى الله سبحانه وتعالى هو فائدة للإنسان. يوصي الإمام أمير المؤمنين أولاده يقول التقوى هي المنجاة غدا، بل هي المنجاة أبدا، يعني الجنة خالد بها الإنسان، تمام لو مو تمام؟ هاي أبد بعد ما يخسر. فلذلك من يسولفوا لي على جصان يقول هاي الحسينية أو المسجد، مسجد جصان هذا اللي فوق التلة، تأسس سنة 1953، واللي حضر وفتح هذا المسجد هو ينقل لي أحد الإخوة الله يحفظه موجود، أنه السيد الحكيم رحمة الله على روحه، زين محمد باقر الحكيم حضر وفتح وقال عبارة أنا أقول هاي مفخرة لأهل جصان حقيقة، يعني هاي العبارة يقول قال هنيئا لأهل جصان، مسجدهم من طابوق وبيوتهم من طين. يعني شوف هيك التضحيات، احنا من اجل المسجد، لان احد ذكرني قال لي شويه جيب طاري المساجد والحضور الى المساجد وعماره المساجد، فعلا اقرا القران الكريم، انما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. لعد هو من يعمر المسجد غير انسان عنده ايمان بالله تعالى وباليوم الاخر يوم القيامه؟ روحوا اقروا سوره النور، شلون تتحدث عن اللي يصلون بالمساجد؟ شلون توصفهم السوره المباركه؟ توصفهم تقول رجال، ليش قالت رجال؟ المرأة أفضل تصلي ببيتها، المرأة أفضل مكان هو بيتها، صح لو لا؟ لكن الرجل رجال لا تلهيهم تجارة
ما مشغول بهاي الدنيا من غمس بالأموال وبالعمل وبالمطلوب. العمل عبادة، العمل عز الإنسان، العمل شرف الإنسان. الإمام الصادق قال له اذهب إلى عزك إلى شرفك عمل الإنسان، لكن هو مو لدرجة أنه أترك الدين وأترك العبادة، لا، كل شيء أعطي حقه ومستحقه مو؟ فلذلك أنه هذا الحضور بالمسجد إلى أثر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الأصل هذا ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبب شنو؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إيه؟ هذا من يحضر الإنسان بالمسجد، هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أصلا في بعض الآيات يباهي الله تعالى يوم القيامة بهؤلاء. أكو قسم أجارنا الله بعيدين عن هذا الناحية كلها إن شاء الله، يعني ما بعيدين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يصلون، ما يؤدون واجبات، يعملون منكرات. شو يقول لهم الله سبحانه وتعالى؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اخسئوا، أصلا كلام بس تتكلم، هذول اللي الكفرة والبعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى بحاجة جيب ذول اللي يصلون بالمسجد. يقول إنه كان فريق من عبادي، مجموعة مؤمنة يصلون جماعة يذكرون الله، ما عندهم شيء، ما عندهم مصالح، لا، مصلحتهم رضا الله سبحانه وتعالى، يقولون ربنا آمنا، مؤمنين بك إلهي، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أكو رحمة أحسن من رحمة الله؟ يعني أنت من الطب المسجد وتحيط بك رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا مكان الله أمر به. أنت ما دام الله أمر به يعني إلى أثر كبير. طبعا المسجد، هذا المسجد مصداق مسجد مو؟ بعد المسجد اللي هو أقرب بيت مثلا من بيوتات الله فيها ولي من أولياء الله، مثلا ضريح سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، ترعى من ترع الجنة، روضة من رياض الجنة قدر أبي عبد الله الحسين. هذا الحائر الحسيني هذا روضة من رياض، تريد تشتم ريحة الجنة روح للحسين عليه السلام. عندنا بليالي القدر يقول من زار الحسين عليه السلام غفر له. صلوا على محمد وعلى وهكذا الروايات جد تحث على زيارة الأئمة وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام. من زار الحسين كأنما زار الله في عرشه، هيك درجة وهيك مكان. 4000 ملك يشيعون الزائر، يرحبون بما نشوفه ما ندري، يودعوه، يقولوا له، يقول من يودعوه؟ يقول استأنف العمل فقد غفر لك. يعني روح بعد انت مجدي، الله سبحانه وتعالى اعطاك. ليش؟ بزيارتك للإمام الحسين. اكو ناس يروحون يعني ما يتركون الإمام، ما يجفون بالإمام الحسين عليه السلام، لا، اكو ناس قلوبهم متعلقة. هذا الجميل، هذا هنا هنا هنا، انه الإنسان يكون حسيني. يعني شنو؟ يعني الحسين عليه السلام عايش بروحه بدمه، ما يترك الحسين عليه السلام ولا لحظة. هسه أكثر الناس يجوز مؤمنين صائمين مصلين مو، لكن ما يكون حسيني، يعني مو الحسين عايش بدمه، لا، كن أنت من توصل مرحلة أنه الحسين يعيش بدمك، هنيئا لك. وهذا مو أنا أقول، يعني هذا النبي بعظمته صلى الله عليه وآله بعد يرقى أرقى المراتب العليا إلى الله سبحانه وتعالى، ويصعد السماء الأولى والسماء الثانية والرابعة والخامسة والسابعة، يصل ويكون قاب قوسين أو أدنى حجب النور حجب الظلمات، يوصل إلى سرادقات عرش الله سبحانه وتعالى. يقول وينظر بطرفه ويقول
عندما أسري بي رأيت مكتوب على ساق الحرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوا على محمد. يعني الله سبحانه وتعالى جاي يخلينا باب رحمة. الحسين عليه السلام باب رحمة، مجالس الحسين، الحضور لمجالس، هذا باب لرحمة الله. خطيب من يصعد يصيح أول ما يبدي يقول يا رحمة الله واسعة. الإمام الصادق يقول كلنا سفن نجاة، إحنا كنا في أي منا اقتديتم اهتديتم، يقول ولكن سفينة جدي الحسين شلونها؟ يقول أوسع بعد، بس أوسع يعني تسع هواي ناس، هواي الله سبحانه وتعالى يستنقذهم بالحسين عليه السلام. مو بس هاي، يقول وفي لجج البحار أسرع. شنو من خاصية لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك زيارة الإمام الحسين واللوذ بقبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا قرب إلى الله. الأضرحة المقدسة هذه كلها عنوان مساجد، ضريح أمير المؤمنين، ركعتين تعادل 1000 ركعة ضريح أمير المؤمنين. سقسم أنا شايف حتى بليالي القدر ما يبقى يعني بمنطقته، يروح ضريح أمير المؤمنين يعرف الدرجات هذه مضاعفة، يقول يصلي القدر هناك. مسجد النبي صلى الله عليه وآله، هاي المساجد، بيت الله. يعني إحنا كمسلمين هل في روحنا حب وشوق إلى بيت الله؟ لو ما عندنا، إحنا لازم يكون عندنا هذا الحب وهذا التوق والشوق إلى الحج إلى العمرة. شايفين بالأدعية الجميلة بهاي الليالي؟ اللهم وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. يعني تتمنى على الله انه انت تزور، توقف على قبر رسول الله، توقف على قبر فاطمة المغيب. ما ندري بعد، بروحك بعد، احنا ما ندري روحي فداها فاطمة. اكيد هسه ان شاء الله روح الطاهرة في هذه المجالس ونحن نحيي هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد أمير المؤمنين ويعسوب الدين قائد الغر المحجلين. وشوف هذه الشخصية العظيمة، هذا الاسم المبارك مشتق من أسماء الله تعالى، الله هو العلي الأعلى، واشتق اسم علي بن أبي طالب. وين انولد علي بن أبي طالب؟ في بيت الله الحرام، في الكعبة المشرفة، ولم يولد أحد في ذلك المكان أبد. مريم ابنة عمران عندما ضربها الطلق في بيت المقدس أشار إليها الله سبحانه وتعالى أن اخرجي، هذا بيت عبادة وليس بيت ولادة. فعلا أخذت، انتبذت من أهلها مكانا شرقية، راحت بعيد وجابت ورجعت. لكن أم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها فاطمة بنت أسد وقفت بباب الكعبة المشرفة وانشق لها الجدار. يقول وولدت داخل، ولد من؟ ولدت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في ذلك المكان الطاهر. لم يتشرف المكان بعلي عليه السلام، بل أن علي بن أن المكان تشرف بعلي بن أبي طالب. علي شرف، علي مكانة، علي عظمة، ولد في بيت الله. يقول الحميري شو يقول؟ ولدته في حرم الإله وبيته في البيت حيث فناه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية. هاي أم علي بن أبي طالب، طابت وطاب وليدها والمولد. صلوا على محمد وعلى محمد. الله انطى هذه الخاصية علي بن أبي طالب. زين، وأنا أول المسلمين، علي بن أبي طالب أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله.
تتصور أنت علي بن أبي طالب فرق 30 سنة ترى يجلس في حجر، هو يقول نهج البلاغة، يقول أنا أجلس في حجر رسول الله، يقول وكان يغذيني بأصابعه، يقول ولم ير لي خصلة تعاب أبدا، يقول النبي ما شاف مني أي خصلة تعاب أبدا، يقول وكنت أتبعه، يقول أنا أمشي وراء أثر الفصيل لأمه، يقول وقد وكل الله تعالى به ملك يعلمه المكارم ومحاسن أخلاق العالم، يقول أنا أتبع وأسمع الكلام، كل شيء أسمع كل شيء أعرف، أتبع رسول الله، أول من آمن بالنبي وعلي بن أبي طالب، حتى أنه في بعض الأخبار يقول عندما نزل جبرائيل وقال اقرأ، يقول بعدين علي بن أبي طالب يقول قال له يا علي أتسمع الكلام؟ قال نعم لقد سمعت رنة الشيطان، الشيطان رن من نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، ارتعد رسول الله، قوة علي بن أبي طالب قوة يعني قوي، يعني ايش تصور؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية، وعلي بن أبي طالب يمتاز بخصال لا يوجد أحد مثل علي بن أبي طالب أبدا، يقول فقدتم اليوم شخص لم يأتي شخص أفضل منه قبله ولا بعده، الإمام الحسن من وقفوا خطب الناس الخطبة المعروفة، أنتوا فقدتوا شخص بعد ماكو مثيله بالعالم، ماكو مثيل علي بن أبي طالب، وشوف هاي التضحيات لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدين الإسلامي 80 معركة خاض، إلا معركة واحدة يقولوا ويباوع عن النبي قال له يا رسول الله ما تاخذني وياك، قال له بالتفت له قال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أكو حكمة أنه تبقى هالمرة حتى أنت خليفتي، أنت حامل لوائي في كل المعارك وأنت خليفة، وفعلا من يرسل علي بن أبي طالب في المعارك يقول مو فتح خيبر وغيرها وغيرها، شو وصفه؟ يقول كرار غير فرار، علي الكرار لا يرجع إلا والنصر بيمينه، هذا علي بن أبي طالب، صلوا على محمد وآله. اللي يوصفه أصلا الاسم من الله والرسول وصفه بأوصاف، هذا الوصف أمير المؤمنين من وصفه بالإمام علي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت أمير المؤمنين، وما قالها لأحد أبدا ولا تقال لأي شخص حتى لأئمة الأطهار أبدا، لا الحسن ولا الحسين ولا أي إمام، ما يلقب ويكنى بهذه الكنية سوى علي بن أبي طالب، ولا يكنى بها أحد غيره إلا كان في النار، زين فقط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقط هو أمير المؤمنين بعد، ويعسو بالدين، يعسو بالدين قسم يوصفوها العلماء، يقولون النحل له نحلة قائدة، نحل يعني ذكر قائد ينظم شؤون الخلية، يقول هذا يسموه اليعسوب، السيد الكبير الذي ترجع إليه الأمور، علي بن أبي طالب هو يعسوب الدين، السيد الكبير بعد رسول الله وترجع إليه جميع أمور المسلمين وأمور الدين، فقال له يعسوب الدين بعد. طبعا أكو أبيات قريبة أحد الشعراء نظمها ضمن هذا السياق والمعنى، قال ولايتي لأمير النحل على هالمعنى هذا، تكفيني عند الممات وتغسيلي، وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة، كيف النار تكوين حقيقة، أخذها من هذا إن يحسو بالدين بعد، وقائد الغر المحجلين، القرآن يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، هذا النور هو هذا الغرة،
شايفين يقولون غرة الفرس، ها شنو الغرة؟ هذا البياض اللي على وجهه، هذا البياض اللي يحيط به ماكو. فلذلك الغرة هو البياض، هو النور علي ابن المؤمنين، الله خاللهم نور، نور. بس احنا ما نشوف النور بالدنيا، لعله بالآخرة يكون بارز، مو هذا النور، قائد النور، قائد هذه الهالة من النور والكرامة، قائد الغر المحجلين هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب تضحياته جد للإسلام، كم معارك اشترك، كم دافع عن الإسلام، كم قاتل عن الإسلام، جد تضحياته. لكن بنفس الوقت رجع علي بن أبي طالب يقول أنا ما عملت شيء لأحد أبدا. الواحد يقول أنت يا علي بن أبي طالب معركة كذا كذا دافعت عن رسول الله، ضربت علي يوم الخندق بعبادة الثقلين، مو قتلت مرحب، قتلت قتلت عمر بن ود، قتلت كذا. قال لا، قال ليش؟ قال القرآن يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إي صح ولا لا؟ الإنسان إذا سوى عمل صالح ترى يسوي الروحه، مو القرآن يقول فلأنفسهم يمهدون. إحنا نحتاج تمهيد، إحنا أول تالي رايحين لما رايحين، من يبقى بالدنيا؟ أحد يبقى بالدنيا، إحنا كنا نروح، لكن نحتاج إلى التمهيد، نحضر. هذا قبر ورانا، ورانا برزخ، مو؟ وهذه العقبات هسه لو تجي القرآن أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا شو هذا؟ 50 عقبة في بعض الروايات، فلا اقتحم مو العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم. الله يخاطب المؤمنين، هذا للفقراء المساكين، الناس المستضعفة اللي تحتاج معونة ساعدوهم، اللي محتاج لخدمة قوموا بخدمته، ترى الله وياك، الله يقدر، الله يقدر ما يخليه يحتاجك، والله يقدر، هو يقدر يقضي حاجتك، لكن الله جاي يختبرك، الله يشوفك انت شو تسوي، توقف له تعينه تساعده، اتق النار ولو بشق تمرة، يقول النبي ولو بقدح ماء. يعني شنو يعني؟ هي هاي انا اقدم لك غلاس وين انطي شق تمرة. النبي يقول حتى لو ما عندك، اذا ما عندك تحاول بقدر امكانك تساعد، ايش قد تقدر تساعد؟ اما انت اذا عندك امكانية اليوم، ها انت من الله سبحانه وتعالى خلالك وجاهة، ها وانطاك امكانية، ليش الامكانية مالتك ما تستغلها؟ وهي فرصة اجتك، صح لو لا؟ اغتنموا الفرص، يقول امام علي، فانها تمر مرة السحاب. انا اقول لك من اعلى منصب هسه بالدولة، مو هاي المناصب، بالرئيس وزراء، مو الا وزير يسمع صوتي اي واحد، ها الا محافظ، الا مثل عضو بالبرلمان، الا قائم مقام، الى انسان بدائره معينه، الى موظف بسيط بدائره، الى كاسب، الى تاجر، الى اي عمل في مصنع، في كذا، في بستان، عندك القدره والامكانيه تساعد الفقراء ساعدهم، تساعد المستضعفين ساعدهم. انت تقول انا قائدي علي بن ابي طالب، ترى علي بن ابي طالب مو فقير ولا محتاج للاموال، والله اقرا التاريخ، علي بن ابي طالب يقول يذهب الى البستان، ارض صحراء يحفر بير، طلع بير، ها ويحفر يعرض الارض ويزرع، يجيب البذور، يجمع النوى، يزرع هاي النخيل ويسوي بساتين، يقول ويجي هذه البساتين يسلمها للفقراء. يلا هسه انتم يا اخوان، انتم من عندكم امكانيات مثلا تحددوا فد مناصب، مو
توفروا فد امكانيات فرص عمل للناس، صح لو لا؟ انت من توفر لك مصانع وتحافظ، اول شيء اذا حافظت على اموال الشعب هاي امانه، صح لو لا؟ ولقد عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، شنو النتيجه؟ فابين، ما قبل، فابين ان يحملنا واشفقنا منها خوفا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اخواني الامانه صعبه، الامانه صعبه اليوم، ترى هاي امانه، هاي نفسك هاي امانه عندك، هاي روحك امانه عندك، الله اودعها بهذا الجسد مالك، وفد يوم من الايام هاي الامانه يقول يلا تعال ايهم، شو صيح الامانه؟ ربي ارجعون مو لعلي اعمل صالحا فيما، بلكي فد انطيني فرصه، لا انا اقول لك استغل الفرصه، بس استغل الفرصه، كل مجال عمل بتعمل بيش ما تقدر تساعد انت الربحان، هذا يفيدك في قبرك. مو بس هذا، ثقوا ثقوا، الله سبحانه وتعالى كريم، الانسان الكريم الله يفتح له بعد ابواب. في بعض الاخبار عندنا كان احد الاشخاص في زمن احد الانبياء من بني اسرائيل يقول قل ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني رزقا، يقول فرزق الله سبحانه وتعالى، قال له لكن هذا الفتره مالته هل قد اعوام، فعشرة اعوام وبعدين هذا الرزق يخلص بعد، يقول هو قال خوش فرصه يعني 10 سنوات لعله تكون فد فتره انا احضر نفسي بها انه استفاد استثمر هذه النعمه اللي الله انطاني اياها. فايش سوى؟ شوف فتح له مضيف، وخلى هذا المضيف خلى الناس الضيوف الناس الفقراء ياكلون يمه، بس ايش سوى له؟ فتح له 4 ابواب، باب لنا باب لنا باب لنا، خلصنا 10 سنوات، راح للنبي ماله قال له اوحى الله، قال اذني 10 سنوات يخلصن وبعد ما هو انتهى، قال له الله، سال الله سبحانه وتعالى النبي بعد يوحى اليه، قال له الله يقول فتحت له بابا، انا فتحت له باب، فتح 4 ابواب، شلون اسد الباب عليه بعد؟ بابا ليش؟ لان شكرتم لا أزيدنكم. هسه احنا نقول لك يا ابا باي منصب انت؟ باي شغله انت؟ سوي الله ينطيك اكثر، بالدنيا قبل الاخره ترى، ها؟ تمام؟ ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ملك بين السماء والارض يقول اللهم اتبع كل منفق خلفا، كل من ينفق وجاهه، ترى مو بس اموال، وجاه الله منطيك وجاهه، تقدر تقضي حاجات الناس يقضين له، صح لا لا؟ مرات انت اكو واحد يروح على واحد ما حد يسوي له شغل، يروح عليك يقول لك فلان تعال ويا نخطب هاي المره نسوي فلان شغله، مو خاطرك انت، ليش تمانع؟ اروح ويا اقضي شغلته اتعب، تحصل اجر عند الله سبحانه وتعالى. في بعض الاخبار نسيم طيب يدخل الى قبر الانسان المؤمن، يفتح له باب من ابواب الجنه، قضاء حاجه مؤمن مهمه جدا. فنشوف المولى أمير المؤمنين كان هكذا صلوات الله وسلامه عليه، بعد كان الإمام أمير المؤمنين رغم هذه الظروف كلها ورغم أنه يسعى في أن يقضي حوائج الناس، كان حريص على أنه يبين للناس، يقول من إجوا دخل الكوفة قال إني داخل إلى الكوفة بخادمي هذا وحماري، ما عندي خادم قنبر، فان خرجت بغيرهم فاعلموا اني سارق حشاك امير، يعني انا من اجي اصير امير المؤمنين، مو اجي على مود الم فلوس لو اسوي لي فد مكانات الي واجمع اسوي بيوت واسوي سيارات واسوي، جاي يبين، يقول الامام علي احنا جاي نجري نخدم الناس، ما جاي ناخذ اموالهم. مو بس الامام علي، من دز الامام امير المؤمنين سلمان المحمدي للمدائن، ترى مدفون بالمدائن، زوروه
إلى مكانة إلى وجاء عند الله سبحانه وتعالى. طويت الأرض لأمير المؤمنين وجاء ودفن سلمان المحمدي في ذلك المكان. زين يقولون التاريخ يذكر، يقولون من دخل إلى الكوفة دزوالي على الكوفة، شوفوا شوفوا المنظر، يقول ما يهتم ما يدور ذا السوالف، هذول أتباع أمير المؤمنين هالشكل ما يدور له سيارات وما أعرف شنو وما أعرف، لا إنسان بسيط جدا. تعلم من أمير المؤمنين التواضع، من تواضع لله رفعه، وهناك ملك يأخذ بناصية كل عبد، فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه. هذه الروايات تأكد لنا هذا الشيء. يقول طب سلمان إلى المدائن، يقول ومن دخل سلمان إنسان بسيط جاي والي على المدائن، وإذا بالبوابة جاي يدخل أكو أحد التجار كان تعرفون يحمل بضائع وكذا، شافه حسباله يعني حمال يحمل، مع احترامي للمهنة يعني يحمل، فقال قلب هلب وقال يا علج احمل هذا، لفظة يعني مو حلوة نابية شوية، الكلمة مو حلوة يعني، شافه إنسان بسيط ومتواضع قال له احمل هذا، هو همينة دنج على البضاعة وشالها، قال له امشي قدامي، فضل يمشي قدامي سلمان يمشي قدامه وشايل بضاعته وهذا تاجر، يقول فيمشي يمشي، قال له وين دارك؟ قال له داري فلان مكان، هو يمشي شايل بضاعته. بالاتفاق واحد قال له السلام عليك يا امير المؤمنين، الظاهر يعرف سلمان يعرف شكله، وهذا دار زوالي الامام علي عليه السلام على المدار. يقول هذا الرجل التاجر التفت، قال له شنو امير المؤمنين؟ قال له من انت؟ قال انا سلمان انا والي المدينه. قال له انت والي المدينه؟ وانا اقول لك يا علج شايل بضاعتي شو ما تحكي لا تقول. قال جئت لاخدمكم فقيركم وغنيكم. انا دزني المولى امير المؤمنين ما افرق، ما عندنا فرق، ما عندنا مشكله، غني فقير بالعكس كيف الشيعه كلهم اغنياء، المسلمين كلهم اغنياء، شكوا به. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يقول لنا شكوا به وذا غني، خذ من اموالهم طيب فقير زكي خلص ما عندنا مشكله، شنو ماكو مشكله. قال له ما عندنا مشكله، احنا ما عندنا فتشي ويا الاغنياء، حتى النبي ما كان عندنا مشكله ويا اغنياء قريش لا، لكن اذا ينزلون للدين ياخذون امور الدين. فالامام قال له ما عندي مشكله، قال له سلمان ما عندي مشكله، لكن لا تقول يا علج، الناس احترموهم صح ولا لا؟ المجتمع لا الانسان يصير عنده اموال ويصير عنده وجهات ما يحترم الانسان الفقير، بالعكس اصلا اكو في الروايات تذم الانسان اللي يتعامل بالازدواجيه مع الناس، هذا الدين الاسلامي دين رحمه. يقول من سلم على غني لغناه ولم يسلم على فقير لفقره لقي الله تعالى يوم القيامه وهو عليه غضبان. الله يغضب، يقول ليش هيك ليش؟ يعني انت ليش هذا مثلا شيء فقير ما تسلم عليه هالشكل، هو تشيل ايدك هالشكل، بينما ذاك تركض وراه وتبوس ايده وتقعد يمه، ليش؟ عد عنده شويه فيسات ليش؟ كونوا ربانيين عمي، احترموا الانسان المتقي العالم المرجع. كلامي للبعيد مو لكم، انتم كلكم اخلاقكم اعلى منها زين، يعني للبعيد يعني بالعكس احنا نوجه نعظم الانسان المؤمن المتقي، واصلا ممنوع هذا العمل. لا تحقرن من عباد الله احدا لعله يكون ولي من اولياء الله. ايش ما ادري الناس ترى مو انت بالمظاهر تاخذ الناس اليوم قاطه ورباطه وكذا احترمه ملابس، لا لا لا، انت كانسان مؤمن لا تحترم الناس، ما تدري لعله هذا اقرب الى الله سبحانه وتعالى، يجوز هذا انسانه اذا دعا دعوه عليك يسوي بك كذا صح لو لا؟ هي اكو ناس قريبين الى الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر الضيافة الإلهية. لكن في هذا الشهر ايش صار؟ يقول النبي قاعد كمل خطبته،
يخطب بالناس، علي بن أبي طالب جالس ويا الناس شهر رمضان، يقول بابا يقول وجاب قالوا له شنو أعظم؟ قال أعظم الحرمات أن لا تهتك حرمات الله في هذا الشهر. قال لا تهتكون حرمات هذا الشهر. قال ومن أعظم الحرمات يقول نظر إلى علي بن أبي طالب، قال يا علي تهتك حرمتك في هذا الشهر وتخضب شيبتك من دم رأسه. يقول هو قاعد وعلي بن أبي طالب قدامه، يقول الإمام التفت للرسول صلى الله عليه وآله يقول تغير لون الإمام علي، بعض ايش يفكر الإمام صلاة الله وسلامه عليه. قال سيدي يا رسول الله أو على سلامة من ديني؟ أنا ديني سالم يعني ما عندي مشكلة؟ مو اللهم إنا نسألك عافية الأديان بالدعاء كما نسألك عافية الأبدان. كل واحد دينه سالم، حافظ على دينه، ما تهز هاي العواصف، ثبات على هذا النهج، نهج ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والسير على نهج أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه. ماذا حصل هذه الليلة؟ الليلة الثانية بعد الجرح، ليلة الجرح، ليلة العشرون من محرم، يقولون الإمام في داره صلوات الله وسلامه عليه يأتونه بالأطباء يريدون أن يداووا جرح الإمام، كان الجرح عميقا. أجركم الله يا مؤمنون، جاء طبيب جعل عرق في رأس أمير المؤمنين، وإذا بالعرق أخرج العرق، وإذا بدم أمير المؤمنين صار أبيضا من كثرة السم. قال يا علي أحد عهدك فإن السم قد ورصل إلى أم رأسك. يقول ووصف له اللبن، يقول وصل الخبر أنه المولى أن الأطباء كتبوا له لبنا، شاع الخبر بين الناس. يقول وإذا بالأيتام، يقول أيتام أمير المؤمنين اللي سمعوا بهذا الخبر واللي موجودين يقول بالكوفة التموا جميعا، كل يحضر قدحا من اللبن. جاء واقف بباب دار أمير المؤمنين، سيدي يا ربيع الأيتام، لفقدك يا علي. يقول ذولا واقفين كل يقول أنا أسقي مولاي أبو الحسن قليلا من اللبن، وإذا بالطوامير واقفة، ساعد الله قلب زينب ويتنظر إلى هذا المنظر. يقول إلى أن قدموا اللبن للإمام أمير المؤمنين، يقول أخذ اللبن من يد ولده الحسن، يقول وشرب القدح جميع اللبن. قال بني حسن لقد شربت جميع القدح، المي كلش، وبني هذه علامة أني ميت مفارقكم غدا مصبحا، لأنه لم يبق شيء من اللبن. عادة من يبطو فتشي طعام يقول للحسن بني خذ أشرك أسيرك، خذ اللبن ملجم، أنا نصف وهو نصف، لكن المرة شرب كل اللبن. قال اذهبوا وأتوه بقدح، انطوا قدح لبن مثل ما أنا شربت قدح من اللبن. يقول وصعد الصوت في داخل بيت أمير المؤمنين، يقول وبالأثناء أمر أمير المؤمنين بالناس بالانصراف، قال لهم فلينصرفوا. خرج الإمام الحسن عليه السلام، يقول في باحة الدار صاح انصرفوا رحمكم الله جميعا، انصرفوا كلكم. يقول وإذا الناس انصرفوا بعد هذا راح ذكره، يقول وإذا يقول الحسن ينظر، أبو محمد ينظر، يقول وإذا الأصبغ ابن نماته جالس عند الباب، أسك الحاط رأسه
بين ركبتي، أنا أشعر شعورك هذا، جاي أحس بيك، وأنت تحب أمير المؤمنين. وهذه اللحظات لحظات صعبة إخواني. المحب الحقيقي لأمير المؤمنين يقول جالس وحاط راسه بين ركبتي، قال يا أصبغ ما سمعت الكلام، انصرف. يقول المولى انصرفوا جميعا. يقول وقف قوة هالشكل وقف، قال سيدي قدماي لا تحملاني على الانصراف، أنا ما أقدر إلا أن أودع مولاي أمير المؤمنين. يقول سمع صوت المولى أبو الحسن، صاح يا أصبغ تعال ائتني يا أصبغ. يقول الأصبغ ابن نبات دخلت على أمير المؤمنين مثل هكذا ليلة. يقول ونظرت إلى وجهه، يقول والله ما أدري أوجهه أشد صفارا أم تلك العصابة التي على رأسه. يقول قد سرى السم في جميع بدن الإمام. يقول جعلت أبكي، ابتلت لحيتي بدموع عيني وأنا أنظر إلى المولى أمير المؤمنين. قال يا أصبغ لا تبكي، إنها الجنة. قلت سيدي والله أعلم أنك صاير إلى الجنة إن شاء الله، ولكن سيدي أبكي لفراقك، أنا ما أتحمل أن أعوفك سيدي. وين لكل اجتماع من خليلين فرقتهم، وكل الذي دون الفراق قليل. يا خواض يا خواض يا ظلم هاي من يصل يمك، ويلي يا خواض ظلم هاي من هاي من يصل يمك يمك يمك. وانت السيف وانت السيف يرجف له سمع باسمك. تقول زينب زينب تقول يومين 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 للمحراب خالي، محراب أمير المؤمنين يوم الماوبي على الفراش يودع الحياة. يا وين إلى المحراب خالي يا أبويا ترى وبعدك يا علي وحش الليال. بويا يومين للمحراب خالي وبعدك ترى وحش الليالي. اخوان الابو عزيز ترى الابو غالي، والله من تفقد الاب تفقد هذا الوجود، تفقد العالم كله بفقد الاب. يا علامات علامات تقول زينب علامات علامات على مصابك يا ابويا بدت تضاب علامات وطيور الوز مثل قلبي قلب زينب وطيور الوز مثل قلبي علامات علامات يا ابويا ما اريد اسمع ايدك وياي تصيح يسمعك علي. يا ابويا ما اريد اسمع علي علي مات علي مات بويا عسى قبلك
يا ابويا عسى قبلك يا بتلفني المنيه يا ابويا. اين اوديك الكربله؟ ها خلينا نروح الكربله واحنا بالعبرات. الله يساعد قلب الحسين، الله يساعد قلب سكينه، الله يساعد قلبهم. سكينه تقول له ابا انزل انزل من على ظهر الجوادر، ده ودعك وداع خاص بويا، انت غالي انت عزيز. يقول الحسين بني حرقتي قلبي وزدتيني كرب فوق قلبي، لا تحرقي قلبي عليك لوعة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قضيت فأنت أولى بالتي تبكينه. يا خيرة النسوان تقول لي أبوي نروح قلنا احنا فدايا. يا بوي يا بوي نروح قلنا احنا فدايا، دخلنا عين الحرب يا حسين وياك وياك يا ابوي يا ابوي. بويا مهبب وقولا وقعدتنا ياك وقال سافر ويوم ويعو. بعد شو تقول؟ تقول لي ابوي قول لا تخفي علي. ايوه حسينا ايوه سيدا. يا ابويا قول لا تخفي علي علي، يا ابويا هذه روحتك لو بعد يضلعها الزهراء تسرعك ولاد الحسين حبيب الزهراء. يا ابويا قول لا تخفي علي. اريد هاي اللحظات تفيدنا بالخبر يوم نورد على الله في قبرنا، يشفع لنا الحسين بهالابيات اللي عنده حاجه مقضيه ان شاء الله. المرضى المرضى اللي يسمعوني، يا ابوي قول لا تخفي علي، يا ابوي هذه روحتك لو بعد جاي. شو تريدين سكينه؟ تقول له يا ابوي انشان رايح عيني خذني وياك عنك ما اقدر اصبر. ابيات الدعاء شو تقول سكينه؟ تقول انا رايح العبا سقيل لنا بالغيره نورك يا عمي مو ما عباس حاجي. يا ام البنين في دور ام العباس لا حول ولا قوه الا بالله علي العظيم انا لله لا اله الا الله. يسمعون صوتي من اهل هاي الناحيه ان شاء الله ليله غد ختام المجلس، وان شاء الله نقرا المقتل مقتل امير المؤمنين، وان شاء الله حتى بركات امير المؤمنين ورضا امير المؤمنين. اتمنى الحضور من الجميع وتكون هاي الحسينيه عابره، هاي الحسينيه تكون ترى شرف هذه والله، حسينيه شرف لكل اهالي واسط زين، ان يحضر السيد الحكيم يفتحها لكم، وخصوصا هذه الحسينيه زين سنه 60 تاسست، واحد الاخوه يقول كبراء الرواديد اجوكم من هنا، ولا وطن يقول هنا اجوا وكذا وفلان وفلان، ترى اخوان يعني ان شاء الله هذا شرف لنا يوم القيامه. وانا خادم الزغير، انا اتشرف فيكم اهل الجزار والله العظيم، وممتن لكم جميعا للجميع، وانا اصغر خادم خدامكم جميعا، خادم لخدام الامام الحسين عليه السلام. اسال الله يوفقني يوفقكم لرضا ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. اذا رضى عنا سيد الشهداء هو هذا معنى ارزقنا شفاعه الحسين يوم الورود، يعني الحسين اذا شفعنا كروه عنا كروه. إن شاء الله الله يرزقنا شفاعة الحسين. ربي نسألك وندعوك ونتوجه ونتوسل إليك بحب الخلق إليك يا الله، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أقرب يا الله. عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من جنده، من أنصاره، من أعوانه، من المرضين عنده، من الماكثين في ظله، من المستشهدين بين يديه وتحت لوائه يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والكفار والمنافقين، انصر من نصر الدين، أيد وسدد حماة الدين. العلماء العاملين احفظهم جميعا فردا فردا، علماء الماضين ارحمهم برحمتك علي درجاتهم يا الله، خدمة الإمام الحسين احفظهم جميعا، الماضين منهم ارحمهم، شهداء الحشد المبارك، شهداء الإسلام جميعا أعلي درجاتهم، ارزقنا شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأقضي حوائج المحتاجين، أدي ديون المديونين، فرج عن المهمومين والمسجونين والمغمومين والمكروبين وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، المرضى المنظورين، من أوصلنا بالدعاء من عليهم بالعافية وبركات أمير المؤمنين يا الله. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بتلاوة القرآن الكريم وخدمة محمد وآل محمد، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى شرف النبي وآله الكرام ومولاتنا فاطمة وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، ومع الفاتحة والصلوات.